ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد. شركة وي غيرت باقات التليفون الارضي اللي احنا كنا بندفع لها فواتير واحنا اصلا ما بنستخدمهاش وخلتها اغلى. طيب قبل ما نتكلم في الموضوع ده اصلا انا يعني عايز اقول لكم ان انا كنت بحضر لفيديو عن الموضوع دوت قبل هم اصلا يغلوا الاسعار، يعني كنت طالع اتكلم ليه احنا بندفع فلوس التليفون الارضي واحنا اصلا ما بنستخدموش، يعني على عكس معظم دول العالم المفروض ان التليفون الارضي دوت او الخط الارضي اللي بنا بشترك عليه على خدمه الانترنت مش مجبر ان انا اشترك في خدمه تليفون ارضي ومكالمات وادفع لها فلوس وانا اصلا ما بستخدمهاش. يعني لو خدتوا بالكم في التصويت اللي احنا عملناه بخصوص الموضوع دوت ان 10% بس من الناس هي اللي بتستخدم التليفون الارضي، و90% من الناس معظمهم ما بيستخدموش اصلا واللي ما عندوش عادي تليفون ارضي اصلا، وتقريبا نسبه بسيطه اللي بيستخدموه احيانا، لكن الناس اللي بيستخدموا فعليا 10%. ليه تجبر 90% ان هم يدفعوا فلوس حاجه هم ما بيستخدموهاش؟ يعني زي ما احنا عارفين فاتوره التليفون الارضي حتى لو ما استخدمناهوش كنا بندفع تقريبا في رينج ال 50 جنيه كده كل 3 شهور من غير استخدام. انا مش بتكلم عن القيمه او 50 جنيه اللي هم تقريبا 15 جنيه في الشهر اللي هي حاجه ما تستاهلش ان احنا نتكلم عليها، انا بتكلم في المبدا. ليه انا ادفع فلوس لحاجه انا ما بستخدمهاش؟ طبعا في ناس كتير دلوقتي هتيجي تقول لي امال شركه المصريه للاتصالات تكسب ايه من الخطوط الارضي اللي هي تركبها للناس او خطوط الانترنت، يعني حتى لو الناس ديت ما بتدفعش فلوس ارضي بس دول بياخدوا الخطوط ديت عشان يستخدموا عليها الانترنت، فبالتالي لازم شركه التليفون الارضي نفسها تكسب، سواء حتى انت مشترك معاهم في وي او مشترك مع شركه انترنت تانية، فبالتالي هي كخدمه تليفون ارضي لازم تاخد فلوس مقابل مد الكابلات الارضيه دي. ولكن انا عايز اقول لك اصلا ان فاتوره الانترنت اللي انت بتدفعها دي اصلا بتبقى يعني شامله حاجه اسمها ايجار البورت بتاع الانترنت اللي انت بتشترك عليه، سواء انت مشترك مع اي شركه انترنت في مصر، مشترك مع وي بقى، فودافون، اتصالات، اورنج، دي بتدفع حاجه اسمها ايجار للبورت اللي انت مشترك عليه وبتبقى من ضمن الفلوس اللي انت بتدفعها للباقه بتاعتك. حتى شركه وي نفسها اللي هي المفروض بتاعه المصريه للاتصالات المفروض ان في جزء من اشتراك الانترنت دوت بيروح للقطاع بتاع التليفون الارضي كايجار للبورت اللي انت بتشتغل عليه، بيبقى طبعا جزء من اشتراك مثلا وليكن 20 30 جنيه من الاشتراك بتاعك دي بتاخده المصريه للاتصالات. فانت خلي بالك ان فاتوره الانترنت اللي انت بتدفعها ليها 140 جنيه ديت هي شركه الانترنت ما بتاخدهاش كلها وانت بتدفع كده ال 50 جنيه بتاعه التليفون الارضي، لا ده شركه الانترنت بتدفع جزء منها للمصريه للاتصالات مقابل ان هي مشغله الانترنت على الخطوط بتاعتهم. فانا بقى ليه ادفع تاني فلوس على حاجه انا ما بستخدمهاش؟ يعني حتى الموضوع مثلا لو انتوا عايزين تخلوه بشكل مثلا يعني يتوافق مع الناس قولوا مثلا ان ال 50 جنيه اللي انا كنت بدفعها ديت علشان خدمه الانترنت، لكن انت بتقول دي خدمه تليفون ارضي وانا مش عايزها وما بستخدمهاش تحطها لي ليه؟ يسكتوا بقى على كده؟ لا ما يسكتوش برضو، يعني المصريه للاتصالات بصراحه يعني مش عارف كم الاستغلال اللي بقت فيه في الفتره الاخيره، ويعني مش عارف يعني بقت هتموت كده ان هي تجمع اكبر قدر من الفلوس اللي ممكن تتخيلها عليه في الفتره الاخيره دي. مش كفايه الباقات اللي ما بتكفيش الناس اللي عاملينها اصلا بسرعات عاليه علشان الناس تخلص الجيجات وتشحن علشان الشركه تلم فلوس اكتر، لا ده كمان يعني جم في موضوع فاتوره التليفون الارضي اللي الناس ما بتستخدموش اصلا ورفعوا سعرها، يعني انت بدل ما كنت تدفع 50 جنيه كل 3 شهور تدفع 75 جنيه في حاجه انت ما بتستخدمهاش اصلا. خلي الباقات ديت ل 10% من الناس اللي بيستخدموا التليفون الارضي، لكن ما تجبرش الناس ان هي تشترك في حاجه هي ما بتستخدمهاش. طيب تعالوا كده نشوف ايه هي باقات التليفون الارضي ديت وهل ممكن تبقى مفيده ان احنا نستخدمها في يوم من الايام ولا لا. يعني مثلا لو جينا كده نبص على الباقات هنلاحظ ان احنا عندنا 3 باقات، باقه ب 20 جنيه وباقه ب 35 جنيه وباقه ب 65 جنيه كلهم غير شاملين الضريبه. الباقه اللي هي ب 20 جنيه في الشهر ديت دي اللي كل الناس اتحولوا عليها تلقائي اللي هي بتبقى بالضريبه 75 جنيه كل 3 شهور، يعني بدل ما كنت بتدفع 50 جنيه كل 3 شهور هتدفع 75 جنيه كل 3 شهور. طب تعالوا كده نشوف ايه الدقائق اللي الباقات دي بتقدمها. يعني مثلا لو جينا كده لاول باقه اللي هي ب 20 جنيه هنلاقيها بتديني 120 دقيقه لاي خط ارضي في مصر بس، وخدمه ازهار رقم الطالب وحاجات كده انا اعتقد ان هي مش هتبقى ليها لازمه قوي. يعني الباقه اللي بعدها اللي هي ب 35 جنيه دي بتديني دقائق بلا حدود لشبكه وي، والباقه برده اللي بعدها اللي هي ب 65 جنيه بتديني دقائق بلا حدود لشبكه وي بالاضافه ل 250 دقيقه للشبكات الاخرى. لكن كلمه دقائق بلا حدود اللي انتوا شايفينها ديت دي مش معناها ان الباقه انليميتد فعلا وانت ممكن تتكلم براحتك، لا ده بيطبق عليها سياسه الاستخدام العادل 2500 دقيقه لاي تليفون ارضي في مصر، او ممكن تاخد 1000 دقيقه لشبكه وي للموبايل، يعني تكلم اي موبايل وي ليك 1000 دقيقه برضو من الدقائق اللي هي بلا حدود دي. وكمان في معلومه عايز اقول لكم عليها، لو انت عندك وحدات
في خط الموبايل بتاع وي، فانت بتكلم التليفون الارضي الدقيقة بوحدة مش خمسة زي كل الشركات، فدي برضو تعتبر حاجة كويسة. ولكن الباقات عموما بتاع التليفون الارضي نفسها ديت كويسة بس للناس اللي بتستخدم التليفون الارضي، لكن انا ما بستخدمش التليفون الارضي يبقى المفروض ما اشتغلش على اي باقة من الباقات ديت، والمفروض ما ادفعش فلوس اصلا على التليفون الارضي زي معظم دول العالم. انا مشترك على انترنت يبقى انا اخد خدمة انترنت بس، لان انا مش عايز تليفون ارضي، مش حاططني على باقة ادفع 75 جنيه كل 3 شهور واخد 120 دقيقة في الشهر اللي هم اصلا ما لهمش لازمة ومش هستخدمهم، اللي هم اصلا التليفون الارضي. يعني انا مثلا لو جبت حتى عادي تليفون ارضي وحبيت اتصل، طب ما انا هتصل لناس عندها ارضي فين برضو؟ ما معظم الناس مش شغالة بالتليفون الارضي عشان الاقي حد اكلمه، خصوصا ان ال 120 دقيقة اصلا انا بدفع لهم 75 جنيه دول ما يكفونيش. يعني 120 دقيقة في الشهر معناها ان 4 دقائق في اليوم، طب انا دول ايه لازمتهم او هعمل بيهم ايه؟ بصراحة ده كان رأيي، ودي كلمتين كانوا حرقين دمي فحبيت اطلع اقولهم بعد ما شفت ان في دول كتير جدا في العالم كله ما يعرفوش اصلا يعني ايه ان انا اشترك في تليفون ارضي علشان اخد خدمة انترنت، فحبيت كده اتكلم في الموضوع دوت واوريكم ايه اللي بيحصل في العالم. انا بقى عايزكم تكتبوا لي في الكومنتس تحت رايكم في الموضوع ده ايه، وشايفين يعني الشركه المصريه للاتصالات تفضل تستغل كده في الناس لحد امتى، لان بصراحه الموضوع زاد عن حده جدا. وكده احنا خلصنا، ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه وتتابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.